انطلقت أعمال المؤتمر الدولي الأول لتطبيقات الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بالغردقة، ويأتي المؤتمر بدعم ورعاية وزارة البحث العلمي وجامعة الصداقة الروسية والجمعية الجغرافية السعودية، حيث يشارك في المؤتمر لفيف من دول العالم. ويهدف المؤتمر لنشر أحدث الأفكار والأبحاث والتقنيات الحديثة وتبادل الأفكار والرؤى في مجال الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء. المؤتمر دوت بيهتم باستخدام صور الأقمار الصناعية في التنمية المستدامة وأجهزة الإشعار الأرضية، والمؤتمر دوت بيحضروا النهاردة كوكبة من العلماء المتخصصين في هذا المجال، وأيضا بيحضروا عدد كبير جدا من الشركات الكبرى.